حياكم الله، لما كنتم مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. قال خبراء في الاقتصاد إن العراق لا يستطيع الخروج من دائرة الاقتصاد الريعي لعدم وجود البنية التحتية للقطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية. أضاف الخبراء أن العراق يفتقد إلى خطة حقيقية توجه الفائضة من أموال النفط في الميزانية العامة نحو الاستثمار، وإنما توجه تلك الأموال نحو النفقات. وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد أكد في شهر آذار من عام 2021 أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعيا يعود إلى الصراعات السياسية التي أدت إلى تشتيت موارد الاقتصاد. أكدت اللجنة المالية النيابية وجود أموال طائلة من الجمارك والضرائب لم تدخل خزينة الدولة بسبب التحايل على القوانين في العراق. وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني إن الإعفاءات الجمركية ليس لها مردود اقتصادي للدولة، تمنح بغير دراسة الجدوى الاقتصادية، وطالب أن يتم اقتصارها على المستثمر الحقيقي الذي ينفذ وينجز، لا أن تمنح لمشاريع وهمية ومتلكئة. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراق حل بالمرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا في شهر آذار، مشيرة إلى انخفاض الصادرات والواردات بنسبة وصلت إلى أكثر من 6%. ذكرت الهيئة في تقرير لها أن الصادرات بلغت 22 مليارا و571 مليون دولار، انخفاض بلغت نسبته 4.1%، وأما الواردات فكانت بقيمة 29 مليار و912 مليون دولار، انخفاض وصل إلى أكثر من 6% مقارنة بشهر آذار من العام الماضي. أفاد المجلس العالمي للسفر والسياحة بأن العراقيين تصدروا نسبة السياح الأجانب المسافرين إلى إيران خلال العام الماضي. أضاف المجلس أن السياح العراقيين يأتون في الصدارة ومن ثم الأتراك في السفر إلى إيران. وأضاف أن حصة صناعة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023 بلغت نسبتها أكثر من 23% ومثلت أكثر من 9% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وفي خبرنا الأخير، وضع صندوق النقد الدولي الجزائر في المرتبة الثالثة ضمن أهم اقتصادات إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ومصر، متجاوزة نيجيريا التي جاءت هذه المرة في المرتبة الرابعة. قدر الصندوق الدولي الناتج الداخلي الخام الجزائري هذا العام بأكثر من 265 مليار دولار، متوقعا نسبة نمو بنحو 4% خلال العام الحالي. من جهتها، أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تسجيل 6600 مشروع حتى نهاية شهر آذار الماضي، وبقيمة مالية وصلت إلى 24 مليار دولار، مؤكدة أن الرقم سيتضاعف مستقبلا بفضل وفرة العقار الاقتصادي في البلاد. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.